السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا مرحبا ومسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي تراحي. يا مرحبا ومسهلا فيك يا جار، الله حياك الله. الله يحييك يا أبو الغيبة الطويلة هذه. الله يطول في عمرك. إذن يا مرحبا ومسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة اللي راح تكون فقراتها متنوعة وعديدة ومواضيعها أيضا جميلة وثيرة الانتباه بإذن الله. البداية طبعا يا خالد راح تكون مع السيد مشعل الشمري. نعم. واللي بيعرفنا أكثر على مشروع حدائق الدوحة المعلقة. نعم، وما نبي ننسى أيضا بنتكلم مع الدكتور عبد السلام القحطاني اللي بينضم لنا أيضا وبيحدثنا عن المشاكل الصحية اللي قد تنجم عن ممارسة رياضة الغوص خصوصا في هذا يعني فصل الصيف، وكيف ممكن أن يتم تلافي مثل هذه المشاكل الصحية. نعم يا خالد، وفي سياق الحلقة أيضا بينضم لنا عبد الله هارون العلي وجاسم مطر خنجي للحديث عن خطتهم المستقبلية بعد التخرج. إذن البداية بتكون مع المعرض التجاري الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء اللي هي بروجكت قطر 2013، اللي شهد مشاركة واسعة من الشركات القطرية الناشطة في مجال البناء والإنشاءات. المعرض تميز مشاهدينا المعرض في نسخته العاشرة لهذا العام بتخصيص 28 جناح وطنيا إلى جانب عارضين من 50 بلد حول العالم. نشوف مع بعض هذا التغريد. الشركات القطرية حقيقة ازدادت من بداية مشاركة في بروجكت قطر حتى الآن، أصبحت الشركات كثيرة تهتم في الإعلان عن نفسها في البروجكت قطر. لقينا يعني شركات يعني محلية موجودة هنا ما كنا نعرف عنها، عرفناها عن طريق بروجكت قطر، وهي دائما يعني احنا اليوم تدري الشركات كل من له يعني تعاملات مع الثانية. اليوم انا كتكييف احتاج شركات اللي هي للدكتنج، نحتاج شركات للتمديدات الانسوليشن للاير كونديشنرز، والله الحمد لله يعني تفاجئنا ان في مصانع يعني موجودة في قطر وهي الأولى مما الواحد إنه يستورد من الخارج، والحمد لله يعني هذا الترتيب جدا كان منظم لهذا السنة. هاي بالنسبة للمشاركة التامة بالنسبة للأوكتاغون في معرض بروجكت قطر، مشاركة فعالة الحمد لله، شاركنا بشركات كبيرة أوروبية وأمريكية، نشتغل في براندات عالمية، وبفضل رب العالمين كان لقاء المشاركة كانت ناجحة بالنسبة لنا السنة هذه وكان لها صدى ممتاز. الحمد لله هذه مشاركتنا ضابعة في قطر بروجكت السنة، ضابعة على التوالي. المعرض في تطور مستمر والحمد لله، وكل سنة عن سنة نلاحظ أن المعرض يتطور وأن من الأحسن لأحسن الحمد لله. والمعرض بالنسبة لنا هو يعني مركز مهم للدعاية والإعلان السنوي لتقديم شركاتنا الجديدة وتقديم منتجاتنا الجديدة ولتعريف الناس على التكنولوجيا والبضائع الجديدة سنويا من خلال المعرض هذا الحمد لله. المنافسة مطلوبة سواء مع الشركات المحلية والخارجية، وأيضا للمقارنة بين المنتجات اللي احنا نطرحها بعض الشركات. نعمل بعض الاتفاقات والادفنتشر بيننا وبين الشركات الأجنبية أيضا عن طريق المعرض، هذا مهم جدا لنا ان احنا حتى نتعرف على الشركات اللي جاية ونازلة البلد ونازلة السوق. فلذلك السوق مفتوح للجميع والسوق يتحمل الجميع الحمد لله. يعني سيكون سوق واقف على موعد القابلة مع افتتاح مطعم إيراني جديد يتميز بتصاميم رائعة وأطباق شهية ومنوعة. نعم، خلونا نروح وياكم في جولة داخل هذا المطعم قبيل افتتاحه. Thank you.
هشت بهشت بالاس هو مطعم إيراني جديد ذو 5 نجوم في سوق واقف، والذي يجمع الحداثة والتراث. واسمه هشت بهشت يعني الجنات الثمانية، ويعكس من خلال ديكوره الفن الفارسي القديم الذي عرف بين القرنين 16 و18. تبرز أصالة هذا الفن في كل ركن من أرجاء المطعم، وصولاً إلى الأثاث التي هي مصنوعة يدوياً من قبل أشهر المصممين والحرفيين. هشت بهشت بلاس يقدم أشهى وأشهر المأكولات الإيرانية، وسيكون مقصداً لكل من يتذوق المطبخ الإيراني. خالد، ايش رايك في الاسم؟ اعتقد انه اسم مميز. هشت والله بشت. ما ادري شنو ترجمته. هشت بشت ولا هشت؟ والله ما ادري هشت. احنا ما علينا من الاسم، جرى الله. متى تعزمني واروح معك؟ ان شاء الله بكره اذا ان شاء الله افتتح المطعم. المهم قبل السفر. اكيد باذن الله ان شاء الله. اذا حدائق الدوحه المعلقه يمكن في يوم من الايام كانت حلم عند القطريين او عند كل من يقيم على هذه البلد الطيبه. ذلك ما افصحت عنه محاضره قد اقيمت في مجلس قطر للابنيه الخضراء، والعلم عند جرى الله. العلم عن جهينة. حول هذا الموضوع معنا في الاستديو السيد مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للأبنية الخضراء. مرحبا بك يا مشعل، حياك الله معنا في الترحيب. ويعني في البداية ودنا نتعرف عن طبيعة هذا المشروع، واللي أعتقد أنه مشروع فريد من نوعه. طبعا المشروع هو عبارة عن رؤية أو موضوع خيالي عن حدائق معلقة تكون في الأبراج في نوع من نظام المعمار اسمه البيوتكشر. بيوتكشر اللي هو يهدف أنه الأبراج بدل ما تكون مثلاً مجرد مباني أو جمادات، تكون لها طبيعة حيوية مثلاً، سواء كانت نباتات أو حيوانات أو طيور حسب اللي موجود في البيئة هذه. فالبايوتكشر هذا يعني نظام فلسفة معمارية أن المباني تكون حية أكثر من تكون مباني جامدة. طبعاً هو مطبق في عدة دول، في أوروبا في بعض الدول مطبقة فيها، في آسيا بعد في بعض التجارب، بس احنا في المنطقة العربية تقريبا ما عندنا المجال هذا. فاحنا استضافنا واحد من الرواد في المجال هذا، هو المهندس المعماري فرانسوا، اكبر المهندسين المتخصصين في المجال هذا. فطلبنا منه يعرض لنا التجربة اللي مسوينها في الدول الثانية، وبما انه هو رائد في المجال هذا ومن المبتكرين يعني تقريبا في التسعينات، نشوف الفكرة هذه. ونطق كلامك، واعتقد احنا العرب رائدين ايضا في هذا صح. هذا الموضوع، وما ننسى حدائق باب المعلقة. نعم صحيح. واحنا اطلقنا على المشروع حدائق الدوحة المعلقة عشان يكون نفس الفكرة، ان احنا نكون عندنا هذه الافكار موجودة. طبعا كفكرة معمارية هي، وتناقشنا مدى جدية تطبيقها وامكانية تطبيقها، بالاضافة للامور الفنية، الامور الانشائية، الامور الخدمية، مثلا الري بالنسبة للحدائق هذه، تأثيرها على المبنى، التأثير الصحي والتأثير الحيوي على المبنى، درجة خفض الحرارة، نقاء الهواء اللي موجود، فمن عدة جوانب طبعا تم النقاش. يعني مشعل، احنا يمكن نشوف وياك بعض الصور اللي قاعدة تنعرض على الشاشة لبعض المباني أو الحدائق المعلقة اللي قد تكون موجودة، يمكن لو تعطينا نبدأ عن بعض هذه الصور اللي قاعدين نعرضها وياك الحين على الشاشة. طبعا بعض هذه الصور، مثل هذه الصورة أعتقد في هذا مخططة، هذه موجودة مثلا أظن في فرنسا. نعم. كأفكار. في بعض الصور تم
تصميمها خصيصا مثلا انها تكون موجوده في قطر. نعم. هذه افكار بسيطه للمشروع خصيصا. نعم. بشكل عام كفكره يعني تناسب الطبيعه المعماريه الموجوده والطبيعه الصحراويه لقطر. نعم. في مباني مثلا تم اعتقد في فرنسا بعضها بعض المباني القديمه تم اعاده تصحيحها وتم اضافه مباني اثريه طبعا في باريس تم اضافه لها النموذج هذا فكان يعني فعلا علامات يعني مميزه في المدن هذه. يعني مشعل اللي انا فهمت ان انتم تحاولون تصبغون الصبغه الخضراء على مدينه الدوحه وتكون فعلا الدوحه اسم على مسمى هي الدوحه هي الظل العالي لكل شيء جميل. احنا الشجرة الكبيرة. الشجره الكبيره الشجره الكبيره يعني ما شاء الله عليك جرى الله دائما سباق في اخذ الكلمات الممتازه. انا ودي اسالك مشعل الحين احنا نعرف ان قد تكون الاجواء والتضاريس اللي عندنا قد تكون حاره نوعا ما، فهل تعتقد ان هذه الفكره قابله للتطبيق بحذافيرها ولا قد تاخذ منحى اخر يعني في التطبيق؟ هو طبعا نوعيه الاشجار المنفذه اكيد تكون مختلفه حسب طبيعه البلد الموجوده فيها. في اشجار كثيره ممكن تقاوم درجات الحراره العاليه. نعم. الفكره الرئيسيه ان الحفاظ على البيئه داخل المبنى، يعني الاشجار طبعا تتحمل الجو الحار اكثر من الانسان، تتحمل عوامل الطبيعيه اكيد اكثر من الانسان. خاصه النخيل يمكن. النخيل ولا حتى الاشجار بشكل عام مثلا، يعني في الاشجار ممكن تصمد في الحراره وهذه بشكل انا اقول النخيل لانها موجوده في بيئتنا الصحراويه في الخليج يعني في الواحات نشوف النخيل واللي لان يعني نسبه ري تكون بسيطه وجذورها تمتد لاعماق كبيره، بس حتى الاشجار البسيطه يعني بيكون لها نظام ري اصلا، يعني حتى لو كانت هذا المبدا منفذ بيكون نظام ري خاص فيه. نظام ري ممكن يستخدم اعاده تدوير المياه الموجوده في المبنى نفسه لري النباتات هذه. نعم. فحتى بالنسبه صار نقاش في الندوه كثير بالنسبه للغبار شلون ياثر ممكن على النباتات هذه يعني. نعم. يعني من ضمن نقاشاتنا يعني احنا كبلد عندنا الجو الحار تقريبا من شهر 5 و6 لين شهر 9. نعم. وباقي السنه الجو يكون بالعكس يعني معتدل. من شهر 9 لين شهر 4. نعم. جو معتدل. مع ان بيني وبينك الجو بدا يتغير والمناخ بدا يتغير. نعم. فما تدري يمكن يكون الصيف عندنا بارد في السنوات القادمه خاصه بعد التغييرات الاخيره اللي صارت في المنطقه. والله الاحتباس الحراري الحين الكل قاعد يحس فيه، يعني احنا ما ذكرنا قبلنا الاحتباس الحراري، يعني الناس بدات تهتم في الاجواء المؤثرات البيئيه والاحتباس الحراري والتغير المناخي لان فعلا الناس قاعد تحس فيه بشكل كبير في حياتها اليوميه. نعم. زين هل تعتقد ان مثلا المشروع محتاج الى تشريعات وقوانين لفرض مساحات خضراء؟ طبعا احنا ناقشنا هذا في الندوه وكان عندنا ناس من الممثلين من وزاره البلديه، فبعضهم ذكرنا في قوانين تجبر المستخدمين او المطورين ان يكون عندهم مساحات خضراء بنسب معينه. طبعا في الدول المجاوره في بعض الدول متشدده كثير في المجال هذا انه يكون لك نسبه معينه من 5 ل 15% حسب طبيعه المشروع مساحات خضراء في المشروع. في دوحه ما اعرف مدى الالتزام بالتطبيق هذا. نعم. بس يعني فعلا المفروض تكون في امور يعني مثل في مدن عندنا اللي هو انظمه التصنيف العالميه بالنسبه للمباني الخضراء. نعم. تجبرنا مساحه معينه مثلا تكون خضراء. نعم. احنا مثل ما شفنا مثلا المدن الحديثه مثل مدينه لوسيل من ضمن الاشتراطات انها تكون مساحات معينه خضراء يعني او حدائق موجوده، يعني ما تكون مدينه مجرد ابراج او بنايات كانها مجرد أي مدينه يعني ميته او صناعيه. صح يعني. صح يعني ما. نعم. في مساحات خضراء فيها كثير. نعم. طيب مشعل الحين يعني احنا نشوف يعني الري الزراعي يحتاج مثلا الري بالتنقيط وهذه الاشياء البسيطه اللي يمكن تكون معروفه لدى. صح. البعض من الناس، لكن المساحات هذه العاليه اللي بيتم زراعتها في يعني الشواهق العاليه هذه شلون بيتم يعني استخدام الري فيها؟ واحنا نعرف ايضا الجذور جذور الاشجار لها امتداد فممكن تدخل على المبنى وتسوي يعني. صح. فيها فجوات معينه. هل هذه ناقشتوها الموضوع؟ يمكن دخلنا شوي في التفاصيل. لا هذه امور فنيه بالعكس تم نقاش يعني نظام الري. نعم. شلون نستخدم المياه من البناء نفسه في نظام الري. نعم. شلون نظام الحمايه بعد ان الاشجار لها يعني قوالب خاصه. قوالب خاصه. ثاني شغله الماي اللي زياده شلون ممكن يتصرف من المياه، يعني تم مناقشه الموضوع من جميع الجهات يعني كامور فنيه. والموضوع مطبق يعني مش انه مثلا كفكره. نعم. فحتى يعني كل جوانب هذه تم نقاش، حتى في ناس كانت تتناقش على مدى السكيورتي الامان، يعني ممكن واحد يتسلق على المبنى هذه يعني لدرجه يعني. نعم. ان مختلف الجوانب تم نقاشها. الناحيه الانشائيه هل المبنى مخصص او مصمم انه يتحمل الاوزان الزايده هذه؟ طبعا انشائيا كل شيء ممكن يعني حسب الاوزان الموجوده. فكل الامور هذه تطرقنا لها يعني انا اللي فهمته يعني مشعل ان هذه الامور او اللي المشروع اللي تفضلتوا فيه اللي تم اقتراحه راح يتم تطبيقه يعني في المرات القادمه في السنوات القادمه على الانشاءات الجديده مش الانشاءات القائمه.
لا اذا في مطورين حابين يستخدمون المواضيع هذه ممكن تطبيق على ما بتكون مكلفه عليهم، بتضيف عليهم تكاليف اضافيه على حسب المشروع اختياري يعني. على حسب اختياري هو احنا من ضمن النقاشات بعد سنة المهندس فرانسوا بخصوص التكلفه. نعم. فحتى في اوروبا مثلا معظم المستثمرين او المطورين كانوا يشوف الناحيه الجماليه وكقيمه للمبنى. نعم. يعني كمبنى مميز كقيمة يعني اضافيه. وهذا السؤال اللي كنت بسالك اياه، مثل هذا المشروع ايش راح يضيف لأجواء الدوحة؟ هذا أولا. ثانيا، يمكن البعض يصف هذا المشروع بالحلم، أنت شلون تنظر له بصفة شخصية أو بصفتك كونك من أحد القائمين على هذه الفكرة؟ والله إحنا شو إحنا دورنا في مجلس قطاع البنية الخضراء، إحنا نشوف الأمور اللي فعلا ممكن تطبق في الدوحة ونشجعها ونعرضها للناس، نعرضها للمهتمين إن كأفكار، إحنا كجهة توعوية وإرشادية نعرض الفكرة. المشكله مثل ما قلت ان اول واحد ممكن يعني على قولتهم من يدق الجرس، يعني اول واحد يبدا في المشروع، فبعدين ممكن الموضوع مناقشه الامور يزيد. يعني مثلا لو تلاحظ في معارض مثلا العالميه كالتصاميم هذه تعتبر طبيعيه، يعني مش انها شغله مثلا مميزه، لان خلاص بدات عندهم فالناس يعني متجهه للموضوع هذا. احنا عندنا تقريبا لو واحد او يعني جهه معينه مثلا بداوا في المشروع هذا وحسب القيمة اللي بتضاف للمبنى نفسه، تنقية الهواء اللي بتكون، خفض الحرارة. نعم. كقيمة جمالية للمبنى بعد، فإن شاء الله يعني الكل يعني نشوف دوحة إن شاء الله يعني أكثر حيوية منها تكون يعني مجرد مباني بإذن. أنا تذكرت كنت في جولة خليجية وشفت واحد من المواطنين الخليجيين في بيته زارع نخل فوق السطح، يعني كانت الفكرة أنا ودي أستوعبها ما أنا بقادر أستوعبها، لكن دار ما دار على السطح نخيل، شلون ثبتها وشلون كان يعني شلون تكون عملية الري الله أعلم، لكن فعلا كان منظرها جميل. صح. وسمعت أن في الكثير من الناس قلدوه، فأجر أعتقد أن المشروع هذا إذا رأى النور بإذن الله الكثير من الجهات والهيئات الحين راح تحد وحد. حتى في الأواني هذا حق الزرع اللي هي القوالب الزرع، في يعني تصاميم جديدة مخصصة أنها تتركب على الحوائط. نعم. كان عندنا دكتورة من جامعة قطر من قسم الهندسة المعمارية عرضت نفس المشروع عندهم، أن حدائق معلقة للمنازل يعني على نطاق أصغر شوي. صحيح. وتعطي جمالية للمنزل، يعني مش على مستوى كبير مثلا، حتى على مستوى الفرد أو على مستوى المنزل يعني ممكن قابل للتنفيذ. نعم. احنا يعني ما يسعنا لشكرك أستاذ مشعل الشمري مدير مجلس قطر الأبنية الخضراء، نتمنى لكم المزيد من التوفيق، وإن شاء الله يا رب أن يرى هذا المشروع النور أما قريب، إن شاء الله بنكون احنا أول من يغطي هذا الحدث. شكرا على الاستضافة. إن شاء الله. شكرا. الدكتور عبد السلام القحطاني سينضم إلينا بعد الفاصل ليحدثنا عن مشاكل الصحية اللي قد تنجم عن ممارسة رياضة الغوص وكيف ممكن تلافيها. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. الغوص رياضة يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد منذ عصور قديمة، إذ يتم تعليمها وممارستها حاليا من أهم وجعلها من أهم الطرق للمحافظة عليها مع اقتراب فصل الصيف. نعم يا خالد، ومع اقتراب فصل الصيف وزيادة عدد الراغبين في تعلم هذه الرياضة، يقدم النادي العلمي القطري دورات في مجالات الغوص المفتوح للراغبين في الالتحاق. نعم. بها وتعلمها. نشوف مع بعض هذا التقرير اللي يشرح هذه الدورات. البحر ولا يزال أول عشق للإنسان القطري لكونه حافظ تراثه وعبق ماضيه، وكان لأهل قطر حكاياتهم مع البحر لكونه يمثل ثلثي الاقتصاد آنذاك بركائزه الثلاث: التجارة والصيد والغوص بحثا عن اللؤلؤ، وفي الأخيرة مربط الفرس. الغوص رياضة يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد منذ عصور، إذ يعد تعلمها وممارستها حالياً من أهم الطرق للمحافظة عليها.
مع اقتراب فصل الصيف وزيادة عدد الراغبين في تعلم هذه الرياضة الاستكشافية في أعماق البحار، يقدم النادي العلمي القطري دورات تعنى بمجالات الغوص المفتوح للراغبين في الالتحاق بها وتعلمها. وتقدم الدورة التي تقام في وحدة العلوم الطبيعية والبيئية البحرية في النادي تعليمات حول كيفية التصرف تحت الماء وطرائق حماية الغواصين لأنفسهم، كما تقدم شرحاً تفصيلياً خاصاً يتناول معدات الغوص والزي الخاص به، بالإضافة إلى طرائق الوقاية من الحرارة والبرودة، ناهيك عن كيفية التصرف في حال حدوث خطر أو خلل تقني. والله عالم ثاني، وصراحة حسينا بمتعة وراحة وكل شيء جميل جدا، وكل شيء يعني صراحة مثل ما قال لنا أستاذ أسامة أكبر من حجمه. أشوف أصابعي هناك أكبر، أشوف الأسماك، أشوف تحت الماي، كل شيء صراحة غير، واستانست. عالم ثاني جدا، روعة، ممتع صراحة، كل شيء حلو. احنا طبعا جايين النهارده، الهدف منا ان هم يطبقوا في البحر، لان هي البيئه اللي هيتعاملوا معاها، فيكملوا او يطبقوا التمارين اللي هم اتعلموها. طبعا احنا نزلنا هنا هو على التدريب على حسب القاعده اللي هي لازم على 6 متر تدريب. عملنا غطسه وفضلنا الغطسه الثانيه. رياضه الغوص تعتبر من امن الرياضات على مستوى العالم. ليه؟ لان فيها سيفتي كتير، بنعلم الطلبه على اجراءات سلامه كتير، فتعتبر هي من امن الرياضات. والله تجربة حلوة ومنظر ما يتفوت. يعني أول شيء جات ربكة، بعدين شوية مع المدرب التزمنا وخذنا الوضع عادي، والمدرب زين يعني هدانا وخلانا نتعلم أشياء وايد. إذن اقترب فصل الصيف وبدأ هواة رياضة الغوص الاستعداد لممارسة هذه الهواية الجميلة والخطرة في نفس الوقت، قد تكون لو مارست أو مارست بشكل خاطئ، غير أن ذلك يؤدي في بعض الأحيان إلى مشاكل صحية. ما هي هذه المشاكل وكيف يمكن أن تلافيها؟ هذه الأسئلة كلها جرى الله بيطرحها على ضيفنا الكريم. نعم، على ضيفنا الكريم، واللي هي طبعا أسئلة يعني تتعلق بهذه الرياضة، ودكتورنا عبد السلام القحطاني استشاري ورئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في مؤسسة حمد الطبية راح يجاوبنا على كل هذه الأسئلة. حياك الله دكتور عبد السلام معنا في ترحيب. حياكم الله ومرحبا فيكم وبرنامج ترحيب وقناة الريان. يا مرحبا ومسهلا فيك دكتور. في البداية ودنا نتعرف عن أبرز المشاكل اللي يتعرضون لها هواة رياضة الغوص. طبعا رياضة الغوص هي رياضة طبعا بدأت تنتشر بصورة يعني كبيرة وملحوظة طبعا، وانتقلت من مراحل اللي هي البروفيشنال أو الاحترافية إلى الهواية، فأصبح الكثير الآن يمارسون الهواية. بالنسبة للأمراض، طبعا الأمراض تختلف من فيسيولوجية الجسم نفسه إلى الأمراض المتعلقة بالإذن والجيوب الأنفية. نعم، احنا بدنا نتكلم عن الإذن والجيوب الأنفية لأن يمكن هذا تخصصك دكتور. طب ممتاز، هو طبعا هاي تخصصي اكثر من الشيء الاخر. هناك متخصصين اخرين في مساله الغازات وشلون ان جسم الانسان يتقبل هذه الغازات ويتخلص منها. نعم، لان ممكن انا يعني اعطي نبذه بسيطه فقط على الموضوع وندخل على الاذن. ان اسطوانات الغاز هاي اللي يحملها الغواص هي مش اكسجين بس، لا، هي مخلوطه بالنيتروجين، والنيتروجين هذا موجود في الهواء. نعم، نتنفس اكسجين ونيتروجين. النيتروجين هو غاز خام يعتبر. نعم،
ولكن لما يتغير الضغط الجوي طبعا كل ما غاص الانسان تحت هذه المعلومه مهمه لان حتى الاذن تاثر ان الضغط الجوي كل ما ارتفعنا او كل ما نزلنا يزيد الضغط الجوي فكل ما نزل الانسان وهي محسوبه لها بال20 متر او 30 متر يزيد الضغط الجوي ب 20 ملي او 30 ملي نعم هو بعد ال 20 متر يعني اذكر ان تزيد علينا الصعوبه اثناء الغطس نعم. ويقل معدل الاكسجين ايضا يعني ولو غير شيء كل اسطوانه غاز تختلف صحيح اذا كان يعني على عمق 50 او 30 يختلف الى 90 نعم صحيح حتى بعض الاسطوانات تختلف الى غازات اخرى كالهيليوم او اشياء اخرى نعم ايش المشكله اللي يواجهها الغواصين من ناحيه الجسم واللي هي اخطر شيء نعم. لازم ينتبه منها يعني الغواص هو ذوبان هذه الغازات في جسم الإنسان نعم. لما إحنا في الإنسان في الجو العادي ذوبان سهل وبسيط ويروح بسرعة وسموث يعني نعم. لكن لما يزيد الضغط الضغط يضغط على جسم الإنسان نعم. يضغط على الأوعية الدموية يضغط على كل المكونات الموجودة في الدم منها الهيموغلوبين اللي يشيل الأكسجين ويشيل الغازات هذه نعم. لما يزيد الضغط تقل الآن الحركة أو الامتصاص أو الذوبان هذه الغازات تقل مو بنفس السرعة العادية الموجودة في الطبيعة نعم. فلذلك ينصح الغواص أنه لما يطلع لا ما تطلع تطلع بالتدريج صحيح لو طلعت بسرعة نعم. معينة أو شيء قد يؤدي إلى الوفاة نعم في نفس الوقت وساعات يفقد الإنسان يمكن جزء من البصر إيه أو يصل لا يصل إلى شيء ثاني يسمونها اغماء السكري مثل نعم. السكري يصير يغمى عليه داخل البحر نعم. او يصير عنده هلوسينيشن لان نعم. هذا الغاز ياثر على الاعصاب نعم. فيصل انه يصير عنده هلوسينيشن او يعني قصدي يعني اللي هي الهلوس هلوسه يشيل الماسك يسوي نعم. اشياء يختنق طبعا بالماء بهذه نعم. الامور دكتور يمكن مثل هبوط الطياره الهبوط التدريجي من الضغط المرتفع في الاعلى الى المدرج المطار ما تنزل الطياره مباشره تنزل في هبوط تدريجي عشان كذا شوي يمكن المثل قريب ولا بعيد يعني لا هذا بالنسبه للاذن لكن مو بالنسبه للغازات الغازات لان الطياره ما يسمونها ان متعادل الضغط الجوي عندها كلوز تشامبر يسمونها غرفه ضغطها الجو الضغط داخل الطياره داخل. متعادل لصالحنا فهمت شلون؟ عشان كذي نقدر نعيش في الطيارة في الأجواء العالية. نعم. لكن لو ما كانت الطيارة مزودة بهالسيستم اللي يسمونه نعم. معادلة الضغط الجوي ما نقدر نقعد في الطيارة أبدا. نعم. فلذلك ما في مشكلة في الطيارة في نزولها ونزولها وهبوطها يأثر على أشياء أخرى. اللي هي نفس بعد تأثر على الغواص نعم. اللي هي مسألة معادلة الضغط الجوي بين الأذن الوسطى نعم. والضغط الخارجي. نعم. احنا طلعنا من البحر وطرنا فوق في الجو نبي نرجع للبحر مره ثانيه ونتكلم عن ابرز المشاكل ممتاز خلينا نبدا في مساله هي طبعا الغوص والسباحه ترى السباحه ممكن بعد نتكلم عنها لان الان مع يعني قدوم الصيف فصل الصيف الكل يعني بيبدا يروح حمامات السباحه طبعا بحرنا شوي حار طبعا في الصيف يمكن شوي يروحون لا لكن في امور بسيطه خلينا نبدا بالبسيط وننتقل بعدين للغواصين اهم شيء في الحمامات السباحه هو وجود مادة اسمها الكلور. نعم. الكلور مادة مهمة موجودة لتنظيف وصفاء ومنع الطحالب والفطريات والبكتيريا تكون موجودة في حمام السباحة وعشان تشوف الكرير ونظيف الحمام السباحة. بس فيها عيب واحد إنه لو زادت شوي أو موجودة تهيج. طبعاً الواحد لما ينزل يسبح تهيج لو شوي شرق بالآية أو استنشق شوية ماي يسبب تهيج في المخاط الأنفي. نعم. ويؤدي الى التهابات الجيوب الانفيه نعم. فتي يروح للدكتور يقول بعد ما سبحت صار فيني كذا كذا الشيء الثاني التهابات الاذن الخارجيه نعم. نتيجه ان بعد ما يخلص من السباحه نعم. يقعد شويه ماي في الاذن فيصير رطوبه في الاذن والرطوبه في الاذن تسبب وجود فطريات وجود التهابات داخل الاذن المتكرره فلذلك يحتاج الى علاج مضادات حيويه نعم. عشان نعالج الإذن هذا بالنسبة للصورة العامة غير أن نظافة البرج مهمة وإلا يبدأ عندنا التهابات الجلد والالتهابات الأخرى الموجودة لأنه ينتقل بعض الأمراض من شخص, شخص إلى شخص آخر. طيب دكتور دابا نحن ذكرنا الحين عن الإذن يمكن قد يعاني البعض من الغطاسين أو ممارسين لهواية السباحة
تمزق في مثلا طبلة الأذن، شلون ممكن الواحد يتلافى مثل هذه المشكلة اللي قد تكون ملازمة لهؤلاء الناس؟ ممتاز. هو طبعا في تدريب أيضا للغواصين بمعادلة الضغط وهو نازل، لأنه هو ينزل أعتقد في حركات معينة صحيح. يقول له المدرب أو هو يقول أيوة لازم نفس اللي حنسوي بس في الطيارة نسويها نفس الشيء، بس هم لهم طريقة مختلفة لأنه ما يقدر يسوي شيء، الهواء يدش من الفم، الغواص يتنفس من الفم ولا يتنفس من الأنف. فتكون لها طريقة أنه يسد المجرى من الأكسجين عشان يخلي الهواء يروح في الإذن فيعادلها. هي المشكلة لو انفجرت الطابلة الآن. إذا انفجرت الطابلة هي هاي طبعا مشكلة عند الغواصين وعند الطيارين. حتى يعني بعض الطيارة ما يخليهم يطورون إذا إذنهم فيها مشكلة يعني. ليش؟ أنا يخاف إنه يسبب له دوار. الشيء الآخر الآن هو دوار الإذن أو اللي هو ساعة يكون فقد التوازن نتيجة فقد التوازن. طبعا لما واحد يفقد التوازن صعب تعطي طيارة تقول له طير ولا تقول له روح غوص، يدوخ داخل الماء تصير له مشكلة. فطبعا في عمليات لترقيع الطابلة. الشيء الثاني لازم نعرف ليش صار معاه هالشيء، هل يمكن في شيء في الخشم؟ هل عنده انسداد؟ هل قناة السكس؟ لأن السبب كله في القناة التهوية الموجودة بين الإذن والأنف. هذه إذا كانت شغالة زين ما عندنا ما عنده مشكلة. ومثل ما قلت الرابد ديسند سواء في الطيارة أو في الغوص هو اللي يفجر الطبيعي. صحيح. وأيضا في يعني بعض الأمور ينصح يعني مثلا المدربين ينصح المشاركين أو يعني الراغبين في استخدام مثل هذه الهواية أنهم لما ينزلون إذا كانوا يعانون من نزلات البرد أن يتم تفادي مثل النزول في هذا الوقت، لأن تكون الجيوب الأنفية متهيجة وصعب عليهم موازنة الضغط بين الأنف والأذن. صح. نعم. هذا كلام 100%. نعم. إحنا ننصح أي واحد عند التهاب الجيوب الأنفية أو التهاب التنفسي أو الزكام حتى أنه طبعا لا يسمح لا يغوص، يعني السباحة العادية ممكن السباح بس هو بينقل العدوى للناس الثاني اللي حواليه. الالتهاب هي نفس الحساسية ولا غيرها؟ الحساسية درجة من مسببات الالتهاب. نعم. يعني هو يصل في الأخير للحساسية. سوري، الحساسية تصل إلى الالتهابات. نفس الشيء لما واحد أيضا مزكم ويطير في الطيارة ما ننصح، شو نقول؟ لازم تستحمل قطرات فتح الأنف. نعم. وفتح القناة السكس. نعم. وإلا بتصير معه نفس المشكلة في الطيارة. نعم. يمكن تكون واجهت ناس في الطيارة تسمع تقول ألم شديد عندي في الإذن أو أحيانا ألم شديد في الأنف في الجيب الأنفي. لذلك هم يأخذون ساعات تشوفهم دكتور في الطيارة كل واحد جايب مع العلكة ويبدأ يعلق. لما يبدأ يتحرك الفك فيعادل الضغط اللي موجود في الإذن. تعرف ليش؟ لأن قناة ستاكس ما تفتح إلا بفتح الفم. يعني ما تفتح إلا تحرك الفك. لما تسوي جيد تفتح الإذن. فما تفتح وانت قاعد. صحيح. ولذلك ليش الأطفال يصيحون؟ نعم صحيح. شوف الأطفال يصيحون وايد. نعم. ما يقدرون يحركون. شو نصح الأمهات؟ بس أنا أحيانا أشوف يعني يصيحون في الطيارة. نعم. بس ما أقدر أقول حق الأم أعطيه المصاصة ولا أعطيه شيء. نعم. لأن أنا عارف إنه قاعد يصيح من إذنه. هاي سبب الطفل المسكين ولا أقدر أشتكي ولا أقدر أقول شيء. يصيح لأن الطيارة بدأت تنزل فمأثر على إذنه. صحيح. المسألة هاي بس الموظفات المفروض يكون عندهم خبر علشان احنا كلنا نازلين، فالموظفات نفسهم قاعدات في كراسيهم كل واحد رابط نفسه يعني. وانا اقول شيء وش يصحهم ان البزران هاي السبب ازعجونا في الطيارة الله يحفظهم. طيب دكتور، بغينا نتكلم عن ممارسة الغوص، رياضة الغوص، هل يفترض بان الشخص نفسه تكون عنده مهارات معينة علشان يعني ما تصير له مشاكل صحية ولا اي شخص ممكن يمارسها ما راح يجي للخير ان شاء الله؟ هو طبعا اهم شيء في الموضوع هو اللياقه، فاللياقه مهمه جدا، وبعد ف يجب ان يخضع لفحص كامل. نعم. عشان نشوف جسمه ويشوف القلب شلون. نعم. الضغط، هل عنده امراض، عنده اشياء ثانيه يمكن ما يدري عنها. صحيح. فينصح فيه اول شيء يروح يسوي فحص شامل. بعد الفحص الشامل اذا كان لائق طبيا يسمونه لائق طبيا. نعم. الشيء الاخر المدربين الغوص ما يدخل الشخص، انا عارف هالشيء، ما يدخل الغوص الا بعد ما يدربه في حمامات مغلقه السباحة. ويعرف انه يعرف يسبح ويروح عند لياقه سباحه. صحيح. لان المساله مش بس حتنزل وتطلع. نعم. لا افرض نزلت وطلعت ما بعرف تسبح او تصير. نعم. لا سمح الله يوجهك شيء. صحيح. فلازم بنيتك العضليه. نعم. والرياضيه تكون قويه. دكتور اصلا حتى الواحد يجي شد عضلي وهو في الماء وهذا خطر جدا يعني. لازم يعرف شلون يتصرف. صحيح صحيح. يعني اذا كان التصرف المناسب طيب لشد العضلي
هو مو بتخصص. لا انا ما اقول لك، لان انا كنت عندي ليسن السكوبا دايف، هو يقول لك ان انت تسحب النفس وتكتمه في بطنك، فاوريدي سبحان الله لما انت تكتم النفس يكون مثل النفخه فتطلع فوق تدريجيا، وعندك اصلا بعد في نفس الشيء تنفخ عليه وينفتح عندك، بس انه خطر انك تطلع مره واحده يعني. صح. ممكن لازم ينتبه جدا من نعم. مساله ترى الارتفاع المفاجئ نعم. هذا يعني اخطر شيء بالنسبه للجراح للغواص، ومهم انه ينتبه الغواص. الاعراض ترى احيانا ما تي بعد يعني ممكن تي من ساعه نعم. الى سبعة ايام نعم صحيح اعراض هذا الغازات وعدم ذوبانها داخل الجسم نعم. ولذلك لازم يعرض نفسه على الدكتور، وبعدين العلاج مالته هي شيء اسمه العلاج بالاكسجين والغرف المغلقه بالضغط العالي او الاكسجين نعم. العالي نعم. دكتور عبد السلام القحطاني استشاري ورئيس قسم جراحه الانف والاذن والحنجره بمؤسسه حماه الطبيه، نشكرك في نهاية فقرتنا الصحية، وإن شاء الله نشوفك في لقاءات مستقبلية. شكراً وجزاكم الله خير وبالتوفيق إن شاء الله. وياك إن شاء الله. إذن بعد الفاصل بينضم لنا كل من الخريجين المميزين جاسم مطر خنجي وعبد الله هارون العلي للحديث عن خططهم المستقبلية. حياكم الله مشاهدينا الكرام ويا مرحبا ومسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نعم، تحت رعاية سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، احتفلت كلية المجتمع في قطر بتخريج الدفعة الثانية من طلابها وطالباتها للعام 2013، وعددهم كان 132 خريج وخريجة. ألف مبروك. ألف مبروك لهم يا خالد، وإن شاء الله بإذن الله يكونون يعني يخدمون هذا الوطن اللهم. بكل إخلاص بإذن الله. فريق عمل ترحيب تواجد في فندق ريتز كارلتون لتغطية الحدث، نشوف هذا التقرير. حفلة التخرج هذا العام هي الحفلة الثانية أو حفلة التخرج الثاني لكلية المسامة في قطر. السنة الماضية كانت حفلتنا بسيطة فقط اللي تخرجوا عددهم 11 خريج. السنة الحمد لله بفضل من الله يعني وصل عدد إلى 132 خريج وخريجة. عدد كبير صراحة نفتخر فيهم، اجتهدوا والآن أغلبهم حصل على قبول في عدد من الجامعات، في جامعة قطر، في جامعات المدينة التعليمية، بعضهم حصل على جامعات في أمريكا وبعضهم حصل على جامعات في بريطانيا قبول. فبالتالي حتى أن بعضهم بدأ دراسته وبعضهم في طريق إن شاء الله. والله يعني إحنا فخورين بهم، إحنا سعداء اليوم نخرج دفعة ثانية، ندعوهم إن شاء الله للاستمرار في العلم. التحصيل العلمي مهم، يجب أن ما يتوقفون، هذه بداية المرحلة الأولى، تونا في البداية إحنا، فنأملهم إن شاء الله أن يستمرون في تحصيلهم العلمي ويرفعون رأسنا إن شاء الله ويكونون هم خير السفراء لكل المجتمع في قطر وفي الخارج. المشوار بيبدأ اليوم، اليوم من أسعد أيام حياتنا، تخرجنا من كلية المجتمع اللي هي كلية يعني قبلتنا بسلاسة مع مراعاة ظروفنا كناس نشتغل، وهذا خصوصاً إحنا يعني كثير من الكادر القطري يعمل يعني والتحق بعد الثانوية بالعمل، فالكلية أضافتنا شيء كثير ودرستنا مع المحافظة على العادات والتقاليد والقيم القطرية والدراسة على ستاندر أمريكي يعني، فكان جداً جداً يعني دراسة جداً رائعة وجيدة. وهذه كأول خطوة إن شاء الله لاستكمال الدراسة بالدراسات العليا إن شاء الله. طبعاً شعوري شعور ما ينوصف، يعني فرحانة الحمد لله، الله ما ضيع التعب اللي تعبنا طول هالسنين. فرحة ما الواحد ما يقدر يوصفها، يعني اليوم احنا فرحتنا اعتقد انها تمت بحكم ان احنا تخرجنا، وان شاء الله ما راح نوقف هنا، كلنا راح نكمل لين نحصل المستوى التعليمي اللي احنا نتمناه.
نحتفل هذه الأيام بتخريج طلابنا من مختلف جامعات قطر اللي ترفد لسوق العمل بنخبة مميزة من الشباب والشابات. نعم، واليوم معنا في الاستديو خريجين مميزين ومميزان، هما جاسم مطر خنجي من جامعة نورث ويسترن قطر والطالب عبد الله هارون العلي من كلية المجتمع. يا مرحبا ومسهلا فيكم. يا مرحبا ومسهلا فيك. يا مرحبا، شلونك؟ الله يسلمك. نقول لكم مبروك التخرج من الله يبارك فيك. الله يا مرحبا ومسهلا فيك. حياك الله اخوي عبد الله هارون، وايضا حياك الله اخوي جاسم مطر خنجي في تراحيب. في البدايه ودنا نتكلم معك اخوي عبد الله عن، طبعا قبل ما نقول لك مبروك التخرج، عن هذه اللحظه، ماذا تمثل لك هذه اللحظه، لحظه التخرج؟ اولا صراحه ودي احب اشكر قناه الريان على الاستضافه الجميله، الله يرحم والديكم. التخرج هاي يعتبر يعني هدف تحقق، خطوه. مثل ما تعرف كليه المجتمع تعطي دبلوم عالي مش البكالوريوس، لكن هذه الخطوه الاولى الحمد لله انهيناها، وفي لها فرحه خاصه انك تضمن ان خلصت على الاقل هدف واحد تحقق في حياتك. صحيح. وان شاء الله ناويين ان شاء الله قدام أتوقع يعني عبد الله، ما أتوقع أن في أحد دخل كلية المجتمع يبي يوقف عندها، الكل دخل على أساس أنه يكمل، فهي جسر. ونقول ونوجه إحنا تحية لكل الطلاب، وألف ألف مبروك لكم، وهذه ثمرة التعب اللي أنتم تعبتوا. وأيضا نوجه تحية لكل القائمين، جار الله على هذه الكلية، وهذا يعني النوع اللي فتح باب أمل جديد لإخواننا القطريين هم يكملون دراستهم العليا، والدولة إحنا نقول أنها محتاجة لكم، وأنتوا عماد المستقبل، أنتوا الجون تكملون يعني المسيرة كلها. ولا إيش رأيك جار الله؟ نعم أكيد أخوي خالد، خاصة كلية المجتمع يمكن فتحت المجال أمام يعني شبابنا اللي يشتغلون واللي يعني يعملون، ووقتهم ممكن يكون أكثر وقت في العمل، لكن فتحت لهم مجال إن هم يكملون دراستهم. وأعتقد بعد الكلية كلها لسنتين ويأخذ البكالوريوس واحد، يعني والله بعد ممكن صعب. بعد ممكن أقل من سنتين يعني. في بعض يعني الشباب، الكثير من الشباب قبلوهم على سنة النهائية في بريطانيا. والحلو في كلية المجتمع يعني جزاهم الله خير، إنهم كان في فراغ بين الثانوية والجامعة، وخاصة حق مثل ما قال أخوي أحمد في الريبورت، أن العديد منا أكثر يعني أكثر الشباب والدارسين في كلية المجتمع يشتغلون أو عندهم التزامات، موظفين أو كذا، أو ظروفهم ما سمحت لهم أنهم من قبل يدخلون الجامعات. بغض النظر يعني عن نسبهم، الأول كان نظام مختلف تماما في جامعة قطر وجامعة كذا، فهذه كانت فرصة حق يعني مثل ما تقول جات فرصة ثانية حق جميع الفئة هذه اللي اللي هم كانوا يحتاجين حابين يكملون دراستهم، بس ما كانت في مكان يعني يمكن حتى حاجز اللغة يعني يمنعهم أيضا. والله بالنسبة حق اللغة صراحة هاي كلمة حق تنقال في الكلية، أول سنة دخلنا الكادر الستاف اللي جاء من أمريكا يعني ما شاء الله عليهم، كانوا ما يعني احنا كنا متخوفين في اللغه ان اللغه والرايتنج، لكن ما في يعني ما في مشكله ما لها حل، وما شاء الله يعني كانوا ناس فنانين. انا ودي اسال اخوي جاسم، اول شيء نقول لك مبروك التخرج، يا ريت تكلمنا عن تخصصك في الجامعه، ايش كنت تدرس بالضبط؟ يا تخصصي في الاعلام هي صحافه، وطبعا يعني درسنا وايد مهارات وهاي، بس يمكن اهم شيء تعلمت في الجامعة أن الأهمية الإعلام في عالمنا، وشلون الأهمية الصحافة والقصة في تغيير عالمنا. نعم، يعني أنا أتوقع جار الله اللي إحنا يعني شفناه أن الجانب الإعلامي جانب جدا مميز، وأيضا نبي يعني نشكر يعني القائمين في المجال الإعلامي وكل المنخرطين في هذا المجال، وأيضا إحنا نوجه رسالة قوية ونشد على أيدي اللي يدرسون في الجانب الإعلامي، هذا المجال مفتوح أمامكم الحين، وتشوفون يعني كلنا شباب قطريين وتونا في بدايتنا، والفال لكم إن شاء الله، إحنا نأمل يعني قدومكم معنا. متحمس يا خالد أشوفك أنت يعني اليوم، لأني بصبرك بسوء جار الله. الله يحفظك أخوي عبد الله. تحدثنا عن مسيرتك التعليمية، متى مثلا كملت المرحلة الثانوية ودخلت الكلية كلية المجتمع، بحيث أن أي شخص مثلا يشاهدك الآن ممكن يعني بعضهم يقول خلاص حنا فاتنا القطار، الحين صار عمري فوق 30 سنة وعندي عيال وكذا، بس ممكن لو تشرح لنا هذه المسيرة، الكثير تشجع والله يحظو حذوك يعني. أنا يعني الحمد لله انتهيت الثانوية يمكن 99 أو 98، نعم، والتحقت في جامعة قطر
بعدها بسنة تقريبا بس ما أخذت التخصص اللي أنا كنت أبيه يعني في ذاك الوقت، وقفت وتركت الجامعة واتجهت حق الشغل وكذا، لكن كان في خاطري يعني نكمل. فسبحان الله بعد 10 سنين جات كلية المجتمع فتحت الباب مرة ثانية، فشفناها فرصة. ف يعني الواحد ما يكبر على التعليم على قولتهم، بتتعلم لين آخر يوم من عمرك يعني. فقلنا فرصة حلوة والحمد لله توفقنا وجبنا معدلات وجبنا نتائج الحمد لله. الله يوفقكم يعني. إن شاء الله يعني أنا ودي شوي نغير الجو لنا ولكم وللمشاهدين أيضا. جرى الله شو رأيك نطلع نغير الجو في تقرير أعتقد نستاذن أخو جاسم وأيضا أخو عبد الله، نشوف هذا التقرير مع بعض أخوي خالد. لكم نروح المطعم نشوف هذا التقرير أخواني الكرام ونرجع نكمل حديثنا مع أخواننا في الاستديو. نعم. الحمد لله رب العالمين، الله وفقنا واليوم تخرجي من جامعة رويال كورنيل الطبية بدرجة دكتور في الطب. طبعا أنا صار لي 12 سنة أحاول تحقيق هالحلم. كون القطرية الوحيدة اللي في دفعتي 2013 شعوري ما ينوصف، لأن أخيرا أنجزت الهدف اللي أنا كنت عايشة له. اصنعوا فرصكم بنفسكم ولا تنطرونها تجيكم على طبق من فضة، وإذا ما جتكم الفرصة أنتوا خلقوها. الدولة مو مقصرة، معطتكم الفرص ومعطتكم الأدوات إن أنتوا تسوونها أو تصنعونها، فاستفيدوا من اللي حواليكم، استفيدوا من الانفايرمنت اللي حواليكم أو البيئة المعطيات وأنجزوا. أكيد كتير مبسوطة إنه حاسة إنه مثل جزء من حلم حياتي عم يتحقق. بالنسبة لدولة قطر ولسمو الشيخ يعني قد ما أتشكرهم ما حوافي جميلهم لإلي، عطوني الفول سكولرشيب منحة كاملة لأني صغيرة وآمنوا بموهبتي، وأنا حسيت إنه عندي مهمة لازم أديها لأنه ما بدي يعني ما بدي فشل العالم اللي وثقوا فيي. فدرست بكورنيل، عملت أول شيء فاونديشن يير وبعدين 6 سنين وهلا عمري 20 سنة واليوم تخرجي. ما شاء الله يا خالد، شفنا الدكتورة يعني دكتورة متخرجة وعمرها 20 سنة. نعم الفلي إن شاء الله والكل المشاهدين إن شاء الله بإذن الله. بس شلون هل هي كانت تشجع مثلا؟ والله يمكن كانت تاخذ صفوف، يعني احنا نشوف الدول الثانية أيضا تقدر إذا كان الطالب مستوى جدا عالي ممكن نشجع صفوف وهذا ويسوون تغيير مستوى. أنا ما أدري إذا كان عندنا هالنظام في الدوحة، بس قبل كنا خبر تشجع أول ثانوي وتروح ثاني ثانوي وعلى طول تروح الصف الثالث. نعم التشكيح موجود عندنا إن شاء الله. نقول الله يوفق الجميع، ونود نرجع لإخواننا مطر جاسم مطر خنجي. نعم. وأيضا عبد الله هارون العلي، ونبي نتكلم عن كلية المجتمع وشلون شفت الدراسة في هذه الكلية الحديثة والجديدة واللي أعتقد أنها خدمت شريحة كبيرة في المجتمع. والله مثل ما تكلمنا قبل شوي في نفس النقطة، هم استهدفوا فئة اللي هي خلنا نقول بين الثانوية الحديثين التخرج واللي بيلتحقون في الجامعة على طول، والناس اللي ما حصلوا الفرصة هذه. وأعيد أكرر أن الكادر اللي جابوه في البداية في بداية ما فتح الجامعة يعني أسلوبهم صراحة جميل. يمكن بعد الناس اللي مع جامعة قطر شوي يعني سألهم تجارب يعني غير ناجحة. وعلى فكرة قبلوا المواد اللي كانوا يعني في صار في اتفاقية بينهم، صار في اتفاقية. نعم. لحتى الطلاب اللي كانوا في قبل في جامعة قطر ووقفوا. نعم. دراسة لسبب ما هو، فقبلوا لهم المواد وقبلوا. نعم. لهم يعني تم عدد الساعات. نعم. تم عدد الساعات كاملة، والصراحة يعني ما قصروا. هذه خطوة تشكر جامعة قطر وأيضا كلية المجتمع الاثنين. نعم. نعم. أنا ودي يعني قبل أروح حق يعني جاسم، عبد الله شنو هي خطتك المستقبلية؟ أنت الحين دخلت كلية المجتمع وتخرجت، ودي تقولي شنو خطتك المستقبلية؟ هل تبي تكمل ولا تبي تكمل؟ شنو هو السبب؟ إحنا نعرف أن أنت الحين موظف، طيب
ليش تبي تكمل مثلا؟ والله الواحد يعني الواحد موظف ولا اعمال حره؟ انا اعمال حره. اعمال حره موظف يعني اللي قال لك سيلف امبلوي موظف في شركته. هو المشكله عندنا في الوقت، انا عندي في الوقت شوي في عندي مشكله نعم. فيها لكن مساله انك تكمل لا نعم لازم نكمل نعم. دام ان دخلنا في المجال اذا وقفنا ليش نوقف نكمل وبس احتمال مو بالفتره الجايه على طول نعم. يمكن بعد اللي حصلنا وقت شوي نكمل ان شاء الله باذن الله شاء. والموضوع يعني ان شاء الله سهل يعني ترتب نعم. باذن الله ان شاء الله باذن الله. انا يعني ما ادري جرى الله يعني انت خبر يوم نستضيف ذاك اليوم الدكتور إبراهيم العنعيمي وكان جدا متفائل وللأمانة يعني كانت المقابلة جدا جميلة وإحنا نشكر الدكتور إبراهيم العنعيمي على هذا الجهد ونشكر أيضا الدكتورة رئيسة جامعة قطر شيخة المسند على هذه الجهود وفعلا أنتم أتحتوا الفرصة لأبنائنا القطريين هم يدشون ويكملون مرة ثانية ومش معناته كلنا نخطي كل الناس يخطون يمكن ما يجتازون هالعقبات لكن الواحد يعطيهم فرصة عشان أن الواحد يثبت وجوده في السوق. نعم اخوي جاسم ان شاء الله بعد التخرج نعم. ناوي تتوظف ولا تشتغل اعمال حره ولا شنو هي بالضبط ولا تكمل باقي دراستك؟ نعم العليا والله من السنه اللي طافت كنت يعني عندي عقد مع الجزيره و يا شهر 8 يا شهر 9 بيبدا يعني شهر تعريف وياهم وبعدها ان شاء الله بيدوم في بيبدا دوام في قناه الجزيره الانجليزيه ان شاء الله الجزيرة الإنجليزية. الجزيرة لأن أعتقد أنت لغتك الإنجليزية ما شاء الله رقم واحد ممتازة جدا. الحمد لله. أتمنى لك كل التوفيق في الجزيرة الإنجليزية بإذن الله. بإذن الله. الأستاذ عبد الله هارون العلي من كلية المجتمع نتمنى لك المزيد من التوفيق وأخوي جاسم مطر نجي من جامعة نورث ويسترن نتمنى لكم المزيد من التوفيق والفال لكم لكل من يشاهدنا عبر هذه القناة الصغيرة قناة شاشة الريان. صغيرة في حجمها صغيرة في شكلها معنية. وكبيرة في احنا ما نبي نمدح الجار نعم طيب دشنت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ترجمة رؤية قطر الوطنية 2030 بلغة الإشارة بهدف إتاحة الفرصة أمام فئة ذوي الإعاقة السمعية للتعرف على مضمون هذه الرؤية الوطنية. نعم جاء ذلك خلال ختام الدورة التدريبية ورش العمل التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية لصالح أسر ذوي الإعاقة والعاملين معهم في هذا المجال نشوف وياك. في دورتنا هذه المتخصصة ورشة عمل على مدار 4 أيام للإعاقات المختلفة الداون سندروم التوحد الإعاقة السمعية بالإضافة للإعاقة بشكل عام عدد المشاركات لله الحمد وصل إلى 120 مشاركة وتقريبا 10 مشاركين من الذكور. احنا ايضا في هذا الورشه هناك تدشين لرؤيه قطر 2030 بلغه الاشاره وهذه فكره الجمعيه ولله الحمد. واحنا طبعا ايضا الاتفاقيه الدوليه الخاصه لحقوق ذوي الاعاقه عملناها بلغه الاشاره. ما لا شك فيه ان الاسر ذوي الاحتياجات الخاصه بحاجه الى توجيه وبحاجه الى تدريب وبحاجه الى تعليم في كيفيه التعامل مع أبنائهم ونتمنى المزيد من هذه الدورات حتى يكون المجتمع أكثر وعيا وفهما وإدراكا بأهمية التعامل مع أطفالهم ذوي الاحتياجات الخاصة. احنا بالعام الماضي ترجمنا الاتفاقية الدولية بلغة الإشارة والاتفاقية لما أي شخص يقرأها يجد هناك كثير من النصوص والبنود اللي تحتم عليك أنت كمجتمع أولاً ومن ثم كجهة مسؤولة تعني بالأشخاص ذوي الإعاقة تمكنهم من الوصول وتمكنهم من 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 الوصول أو أخذ المعلومة. فبالتالي احنا ارتئينا في الجمعية أن رؤية قطر يعني لها أهمية كبرى حتى لدى الحكومة ولدى الساسة في قطر، فبالتالي كان لزاما علينا احنا كمجتمع وقبل أن نكون مؤسسة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة نجسد ما تضمنته هذه الاتفاقية من حق الشخص المعاق للوصول. الهدف من تحويل الرؤية بلغة الإشارة إيصال رسالة لأصحاب الإعاقة السمعية على
على مختلف مدن وعواصم العالم أن في دولة قطر يعني اهتمام بهذه الرؤية أيضا وإيصالها لهذه الفئة حتى وإن كان عددها بسيط، لأن هذه رسالة لابد أن احنا نوصلها. لو كان عدد الصم يعني شخص واحد، لابد أن احنا نوصل الرسالة للأصم، لأن هذا حق مشروع له. تقيم وزارة الداخلية أسبوعاً خاصاً لتوعية عن أمن وسلامة مرتادي الشواطئ، وقد بدأت اليوم الفعاليات في شاطئ كتارة. مع بعض بنشوف هذه التفاصيل. الأسبوع طلع بقرار من مجلس التعاون بما يخص في اجتماعات مجلس وزراء الداخلية، وتم إقراره واعتماده على أن كل دولة تقوم بأسبوع خفر السواحل أو حرس الحدود. الهدف طبعا من هذا الأسبوع هو توعوي 100% على أساس أن المواطن المقيم اللي ما يفهم في البحر يفهم في البحر. احنا نحاول نشرح له الأمن والسلامة بما يخص في الوسائط البحرية، وأقصد فيها الطراريد والزوارق والأمور هذه، الأمن والسلامة للشواطئ، الأمن والسلامة للسباحة فيما يخص كعامة يعني. وفي نفس الوقت نقول لهم ما هو دورنا في البحث والإنقاذ، وما هو تعاوننا مع الجمهور من مرتدي البحر. في هناك حاجة اسمها الأرصاد الجوية، لابد أن يرجع للأرصاد الجوية اللي هي تعلم بما يخص الهواء أو ما في هواء، التيارات المائية، هذا واحدة. ثانيا لا يروح شواطئ هو ما عندها علم أو خبر عنها، يسأل عن الشواطئ اللي تصلح للسباحة، لأن في بعض الشواطئ هنا عندنا نوعا ما تصلح الشواطئ للسباحة. مثلا كمدينة الدوحة تنزل من الكورنيش تسبح، هاي صعب جدا، في عندك السفن السياحية رايحة جاية، فأنت تنزل في أماكن يعني ممنوعة السباحة أساسا يعني. فإحنا دائما نسأل، إذا هو ما عنده الفكرة يتصل في إدارة أمن السواحل والحدود، ممكن إحنا نوجهه للأماكن اللي يقدر يتسبح فيها. أمانة أخوان المشاهدين، نشكر أخواننا في أمن السواحل على هذه الخدمات اللي يقدمونها للجمهور ولكل مرتادي البحر. خالد، يعني إيش توجه كلمة حق مرتادي البحر؟ هل أي شغلة مثلا يحتاجونها يلجؤون لأمن السواحل بحيث أنه يستفسرون منها أفضل لهم من أي جهة أخرى؟ صحيح والله، قد تعطيهم كم معلومات خاطئة. نعم. لكن أمن السواحل يعني يجدون كل المعلومات السليمة. يعني ساعات المعلومة تكون صحيحة فقط من عندهم، كونهم ملمين بالأماكن الموجودة، ومثل ما شفنا جرى الله في التقرير أن كانوا يذكرون أيضا لو أنتم تبون تروحون أماكن معينة تسبحون فيها تقدرون تتواصلون معهم. الفصل عندك يا جرى الله. ليش ضحكت خالد؟ والله ما أدري. طيب مو مشكلة، فاصل قصير أخوان المشاهدين، لكن بعد هذا الفاصل بنستكمل باقي فقراتنا من ترحيب. عزمنا على المطعم الليلة، لا تنسى. إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا الفاصل، قام وفد من الاتحاد القطري لكرة القدم بزيارة لقناة الريان بهدف وضع خطة ترويجية لبطولة كأس سمو الأمير لكرة القدم. نعم، وقام فريق وشكر أعضاء الوفد الهيئة العاملة بالقناة لما يبذلونه من جهود واهتمام في المجال الرياضي وتحديدا في مجال كرة القدم. احنا
احنا وضعنا خطه متكامله لترويج لبطوله كاس سمو الامير من خلال زيارتنا للمدارس والوزارات والمؤسسات الاجتماعيه، وكان ايضا من ضمن هذه الزيارات او هذه الخطه الترويجيه هي زياره قناه الريان. وجودنا اليوم هو للترويج لهذه البطوله من خلال زياره قناه الريان والالتقاء بموظفينها ومسؤوليها ودعوتهم لحضور المباراه النهائيه لكاس سمو الامير والتي ستقام في استاد خليفه بتاريخ 18/5 يوم السبت القادم. قناة الريان أعتقد أنها قناة مهمة بالنسبة لنا كمشاهدين في قطر، وهي جالسة تقدم برامج متميزة، وهذه فرصة أيضا أن نشكرهم على الجهود اللي قاموا فيها واللي بيقومون فيها، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق. مشاهدينا الكرام، نشكر السيد خالد بن مبارك الكواري مدير إدارة التسويق والاتصال في الاتحاد القطري لكرة القدم، وأيضا الأخ محمد الخاطر مسؤول فعاليات، واللي تكرموا وزارونا اليوم في قناة الريان، ويعني أتاحوا لنا فرصة نحن نشوف كأس سمو الأمير، أغلى الكؤوس يعني على الطبيعة، هنا نلتقط الصور التذكارية مع الكأس ومعهم أيضا. عاد ما شاء الله يعني جهر الله، انت تحب التصوير اكيد، اخذت الصور كلها. لا بشترك قدها في الانستغرام كلها. وكلها في وين؟ في هذا اللي قلنا عليه الانستغرام عموما، تحت الشعار كن مع المليون. دشنت موسوعه ومؤسسه الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني خدمات الانسانيه راف حمله شامنه تنادي. نعم، وتهدف هذه الحمله الى جمع مليون متبرع لصالح الشعب السوري الجريح. هذه الحملة أردنا حقيقة لتحريك المياه الراكدة ولتحريك الضمير الإنساني العالمي، ولأيضا شحذ الهمم للوقوف مع أشقائنا في سوريا بكل أطيافهم، خاصة مع تزايد أعداد القتلى وتزايد أعداد الأيتام الذين بلغوا أكثر من 40,000 يتيم، وزيادة عدد الأرامل وزيادة عدد الجرحى، ومأساة عظمى كبرى يشيب لها الولدان في هذا الزمان حقيقة. ولذلك نحن من واجبنا الإنساني والإيماني نسعى إلى تخفيف هذه المأساة بإطلاق هذه الحملة، حملة كل من مليون، وهناك وسائل التبرع والمساهمة، ولذلك أشيد بهذه الحملة، وأتمنى أن يقف كل من له قلب وضمير حي مع هذه الحملة، وأن يتبرع بأسهم ثلاث: السهم الأول 1,000 ريال، السهم الثاني 500 ريال، السهم الثالث 100 ريال، وهي مبالغ زهيدة بالنسبة لما يقدم لإخواننا وأشقائنا في سوريا واللاجئين في خارج سوريا. أتت هذه الحملة كجزء من الحملة السابقة نتيجة الاحتياج الموجود عند الأخوة السوريين، سواء كانوا في الداخل أو في الأردن أو في تركيا أو في لبنان. طبعا من واقع ملامستنا لاحتياجاتهم أتت فكرة هذه الحملة لسد احتياجاتهم. طبعا احنا في بداية الحملة كانت الاحتياجات هي احتياجات غذاء وإيواء، ولكن مع طول مدة الأزمة أصبحت هناك احتياجات أخرى متعلقة بالجرحى، بالدعم، كذلك الدعم النفسي والتعليم، وطبعا الاحتياج يزداد يوما عن يوم، وهذا اللي تطلب أن يكون لدينا هذا المشروع وهذه الحملة اللي تتكلم عن مليون متبرع. تزامن مع احتفال أكثر من 187 جمعية وطنية حول العالم باليوم العالمي للحركة الدولية الإنسانية، احتفل الهلال الأحمر القطري بهذه المناسبة تحت شعار نسعى من أجل الإنسانية. نعم، وشمل هذا الاحتفال فعاليات متنوعة شارك فيها ونظمها عدد كبير من متطوعي الهلال الأحمر. نشوف إياكم هذا التقرير. من
بمناسبة اليوم العالمي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قام الهلال الأحمر القطري كالعادة بإقامة فعالية امتدت إلى 3 أيام، شملت أنشطة مختلفة. اليوم إحنا موجودين في كتارة، نشاطنا اليوم قاموا به المتطوعين ومتطوعات الهلال الأحمر القطري، فتقسموا على فريقين، فريق أخذ على عاتقه التعريف بنشاطات الهلال بين الرواد المتواجدين في كتارة، والفريق الثاني أخذ على عاتقه تقديم الفحوصات الطبية المجانية لمرضى السكر والضغط. الهدف في مختلف النشاطات هو استقطاب متطوعين جدد لزيادة الكوادر في الهلال، وأيضا لتوسيع دائرة الوعي الثقافي بين شرائح مكونات الشعب والمجتمع القطري، وأيضا لدى المقيمين وكافة ساكنة الدولة. افتتح في مركز سوق واقف لفنون معرض الفنان التشكيلي محمد علي، واللي يضم ما يقارب 40 لوحة فنية تحاكي التراث الشعبي القطري. نعم، ولشغفه وحبه بسوق واقف ما يربطه فيه من ذكريات كان للأخير الحضور الأكبر بين اللوحات. تاريخي أنا أو خبرتي أو تجربتي مع سوق واقف كانت يعني طويلة جدا. أنا الآن نتكلم عن 50 سنة، فيشغل ذاكرتي ويشغل وجداني ويشغل ذكرياتي في هذا المكان، فعلاقتي بهذا المكان علاقة حميمة. لكن هو طبعا يعني يرجع الفضل الأول لسمو الأمير، هو اللي كان صاحب هذا المبادئ في إعادة الهوية إلى العاصمة القطرية الدوحة. الآن الدوحة صارت من أروع العواصم اللي تمتلك هذا الكم من التراث المعماري الخليجي. طريقة تعاملي مع إعادة إعمار هذا المكان، الرسم هو أحد الوسائل التواصل بيني وبين من يقوم بالبناء. يعني كما قيل يعني مثلاً الرسمة يعني أوضح من 1000 كلمة. طبعا الفنان محمد علي غني عن التعريف، حبينا نبرز في لوحاته عادنا التراث الماضي سنين لورا. بما انه مركزنا في سوق واقف نفسه، فزاد السوق واقف جماليه بلوحاته، بما انه تمثلت اكثر لوحاته في مباني سوق واقف ولوحات معينه من بعض من مناطق سوق واقف والطبيعه القطريه. هدف المركز ورؤيته أن إحياء التراث الشعبي القطري بصورة فنية حديثة ومختلف العصور، وإحنا نقول دائماً ما لا ماضي ما لا حاضر وما لا مستقبل. خالد، التقرير كأنه ذكرك مقولة أو قصة. نعم جهر الله. يعني اسمك تقولها بينك وبين نفسك. أحاول أحفظها عشان ما غلط وأنا أقولها. لا أذكر تم توجيه سؤال للرسام الشهير مايكل أنجلو أعزائي المشاهدين، وقالوا له كيف يمكنك أن تنحت هذا الرخام، فهو رد عليهم وقال أنا لا أنحت الرخام ولكن أحرر الملاك الذي وجد فيه. فأنا يعني يوم شفته ففعلا هو يتكلم عن مناظر الدوحة، فهو ما رسمها، هو أخرج الملاك اللي فيها وطلعها بالصورة الجميلة في لوحاته، فهو بس مجرد تعبير مجازي لا أكثر ولا أقل.
نعم صح الله لسانك. أعزائي المشاهدين وصلنا مشاهدينا معكم إلى هذه الحلقة، نهاية هذه الحلقة من ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات ولا التواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم مراسلتنا على البريد الإلكتروني ترحيب@الريان.tv. موعدنا معكم القابلة، وفي أمان الله. في أمان الله.